عيد عيد. طيب، حلمت بعد دعاء في صلاة الفجر أني كنت أجهز في جهازي وهو للعروس، وكنت أرتب حقائبي وكانت تحتوي على ملابس جديدة، فكانت معي أختي اسمها فتيحة، ففتحت حقيبة صغيرة فوجدت فيها حذاء أحمر جميل ذا كعب عالي، وأيضا نعل صيفي ذا كعب عالي هو ملكي في الواقع، وأعطتني أمي فساتين وكان في فستان حرف أم مطلقة وأم لتوأمين ذكور، وما كتب البيت. أنت متآمر ليش؟ مريم بتول بعد صلاة الفجر إني دعاء لاحظ كلمة دعاء شو راح عندك شيء؟ ولا آيس كريم؟ لا خلي الآيس كريم. مريم بتول حلمت بعد دعاء في صلاة الفجر أني كنت أجهز في جهازي وهو للعروس. ما هو شو الدعاء لدعائتي؟ هذا يبقى له حلقة خاصة فيه. لازم تعرف يا جماعة الخير أن الأحلام التي تأتي بعد دعاء لها علاقة بالدعاء. الأحلام التي تأتي بعد دعاء، يعني أنا دعيت الليلة رأيت الحلم، فهذه استجابة سريعة من رب العالمين لهذا الأمر أو هذا الدعاء. وهو العروس، وكنت أرتب حقائبي وكانت تحتوي على ملابس جديدة، فكانت معي أختي اسمها فتحية. يا جبت فيها هذا. ما ينفع يا أختي، أنت في سر في الحلم. هذا حرف الميم أعتقد هو المقصود. يعني أتمنى تكون في وضوح أكثر في الأحلام. يا جماعة الخير، الحلم إذا أنت يعني قلتي حرف الإم، هل في حتى في اسمه محمد؟ هل في شخص يعني نفسك يطلبك اسمه محمد؟ هل في أصلاً علاقة بينك وبين حد اسمه محمد؟ تتوقع أنه يتقدم لك؟ بس هنا تقول لك وأم لتوأمين، أصلاً هي أصلاً توأم أم، وأصلاً ما كتب في البيت. طب لمين دعيت حرف الميم؟ قد يدل إلى الأم. إذا حرف الميم لحالة قد يدل على الأم. لمين دعيتي؟ حلمك كله مربوط في الدعاء. أنا ما أقدر أفيدك إلا بموضوع واحد، بما أنك قلتي معي أختي اسمها فتحية، ففتحت حقيبة صغيرة فوجدت فيها حذاء أحمر جميل، معناته الحذاء الأحمر الجميل يدل على مال أو وظيفة أو سفر أو شيء يأتي منه مال. وأيضا نعل صيفي ذا كعب عالي، والنعل الصيفي يدل بأن طبعا الأحذية في الصيف تدل على ربما الفترة الزمنية التي يحدث فيها الصيف، فربما قريبا الصيف احنا أصلا دخلنا فيه تقريبا، ربما تتحقق لك أمور تتمنينها، أو ربما الدعاء الذي دعيته في الحلم يتحقق قريبا جدا في هذه السنة قبل الشتاء القادم، والله أعلم.